السلام عليكم اصدقائي، وياكم ناس اليوم جمعة. لا تنسى الصلاة على النبي. خلونا لايك للفيديو واشترك بالقناة وتفعل الجرس ليصلكم كل جديد. قائمة المنتخب العراقي المتوقع لبطولة الأردن. الوافدين الجدد دانيلو السعد، منتظر مجيد، زيدان إقبال، ومير العماري، أسامة رشيد، ماسيس أرتينا، آلان محي الدين، حسين علي، مير خالد دوسكي، علي الحمادي، ريبين سلاقة، ألكسندر أوراها، أندريا السناطي، سعد ناطق، أحمد يحيى، جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، إبراهيم بايش، بشار رسن، أيمن حسين، أحمد فرحان، أمجد أطوان، وعلي جاسم. بينما هناك احتمالية يوسف الأمين ويوسف الإمام ومن الحموي. إيش قد تقيمون القائمة من 10؟ إنجاز أوراق محترف ساندي فيورد النرويجي دانييلو سعد. أنجزت الخميس الأوراق الرسمية لمحترف ساندي فيورد النرويجي دانييلو سعد بعد طلب مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس بضرورة إنجازها. وذكر عضو لجنة المحترفين زيد الزيدي أن أوراق اللاعب مرت بثلاث مراحل في السويد والعراق قبل إنجازها بشكل تام مساء الخميس ليصبح اللاعب متاحا لتمثيل المنتخب الوطني. وأضاف الزيدي أن لجنة المحترفين عملت بشكل مضاعف في الأيام السابقة لضمان تحضير اللاعب من الناحية الإدارية ليكون جاهزا لتمثيل السود الرافدين في الاستحقاقات المقبلة. يذكر أن دانييلو سعد صاحب 24 عام يلعب في خط الوسط، وقد مثل عدة فرق في السويد قبل أن ينتقل لفريقه الناشط في الدوري النرويجي الممتاز. جاسم الرميح يقول الكويت ستكون جاهزة لاستضافة خليجي 26. وفاة رئيس نادي الكرخ السابق شرار حيدر في أحد مستشفيات تركيا. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويغفر له ويسكن فسيح جناته. تم اختيار زيدان إقبال كأفضل المواهب المراقبة هذا الموسم في الدوري الهولندي الممتاز مع نادي أوتريخت الهولندي. كل التوفيق لزيدان إقبال. بعمر 19 عام، علي جاسم لاعب القوة الجوية، هو أصغر لاعب يسجل ثنائية في الجولة الأولى منذ أستون بي خام دامو في 2016. علي جاسم يقول قرار تركي نادي أنطاليا سبور كان متسرع، وأعتذر للجمهور العراقي. أوعد الجمهور العراقي أن القوة الجوية سيكون بوابتي نحو الاحتراف الأوروبي بعد أن أكتسب العقلية الاحترافية والخبرة اللازمة. فضلت القوة الجوية على باقي العروض إكراما لروح والدي الذي يعشق الصقور وكان يصطحبني معه للمباريات. المدرب لؤي صلاح علمني أبجديات كرة القدم وعاملني كأب، وحينما انتهت مباراتنا أمام سبهان اتصلت به مباشرة لليشكره على كل شيء. حملي للرقم 10 مع الصقور جاء بطلب من حمادي أحمد، قالوا لي إن القائمة الجديدة للمنتخب الوطني تحمل اسمي وانتظرها بفارغ الصبر. الكابتن راضي شنيش المدرب كبير، ومع عماد محمد كانت انطلاقتي نحو المنتخبات الوطنية. مدير مشروع الحلم للفئات العمرية الإسباني كارلوس رودريغيز يتفاجأ من حضور 7 أندية فقط من مجموع 20 نادي يلعب في الدور الممتاز، حيث أكد خلال اجتماع اليوم أن هناك مواهب في العراق وعلينا التعاون لاستثمارها بشكل صحيح من خلال تطوير المنهج والإعداد وتوفير مستلزمات التدريب والعقلية المنفتحة للاهتمام بالشباب ومستقبلا يكونون مصدر تمويل ذاتي للأندية. قائد منتخبنا الأولمبي العراقي منتظر محمد الملقب بكنوش يتعرض لإصابة قوية وقد يغيب عن الملاعب لفترة طويلة. لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور واردا جولر من التدريبات اليوم مع ريال مدريد. لقد عادوا إلى أول وحدة تدريبية مع ريال مدريد كأساس وكادره التدريبي للمنتخب الوطني خلال تواجده في المعسكر الداخلي لمنتخب العراق للناشئين. اللاعب العراقي المحترف نيثن شموس 17 عام ينتقل إلى صفوف نادي فاتح كاما جوم روك الناشط في الدوري التركي الممتاز.